dating apps are we loving it or not? لا not. بحب أتعرف على الشخص in person مش through app مثلا. Not. Different culture. No. عشان لو طلع بني آدم creep التلقو طلع هيحصل فيها إيه؟ loving بس أنا عندي مشكلة مع البنات اللي بتحط صور من صورها. يعني أنا ما عنديش مشكلة تحطي صورة منس عجرم بس ما توصلش لدرجة إن تحطي صورة حصان وصحاب. لأن أنا كده كده أنا بخش على dating app ده عشان أشوف وشك خلقتك أعمل لك بقى swipe right. ما أنا أكيد مش هكراش على كلب. يعني ولا ده ولا ده. علشان لما الشخص بيكبر دايرة معرفه بتقل ف dating app is really good opportunity إنك تعرفي ناس جديدة بس في مصر it's really creepy. برضو عندي مشكلة مع التندر. هو أنا ليه لازم أدفع عشان أعرف مين اللي عمل لايك؟ يعني دلوقتي عندي 15 لايك ليه لازم أبقى جولد عشان أعرف مين عمل لايك؟ ليه الرأسمالية دي؟ نوت. كفاية علينا بني أدمين المتخلفين اللي احنا بنقابلهم في الحياة. فكفاية بقى يعني ما يبقوش في الحياة وكمان على الابليكيشنز. It's too much. Loving it. علشان ما عنديش وقت في أب على طول swipe right swipe left go for a date يا إني out وخلص الموضوع. نوت. عشان فيلم تندر سويندر الراجل نصب على كل البنات اللي في الفيلم.